احنا لازم نعمل محضر. انا عرفت ممكن تكون فين. قرصة ودني بس يا حالة كده، ما اشوفش خلقتك تاني، انسيني عشان انساكي، وإلا انت عارفة الباقي. على فكرة بنتك على بوابة النادي مستنياكي. حبيبة حبيبة ماما حبيبة انتي كويسة يا بنتي، فيكي حاجة يا ماما، فيكي حاجة، انتي كويسة، الحمد لله. يلا انتي كويسة يا ماما، انتي كويسة، تعبانة، قوليلي فيكي حاجة. الو، وحشتني. وانت كمان وحشتني قوي. انت فين؟ هنتقابل امتى؟ ما تقلقش، الفترة اللي جاية هتشوفني كتير. يا ريت. حالا انت ما تعرفيش انا بقيت بحب القعدة معاكي ازاي. مش عارف، بقيت برتاح نفسيا بجد وانا بتكلم معاكي. اوعدك اني مش هيبقى ورايا غيرك بعد كده. اما نشوف. هتشوف. لا بجد، هشوفك امتى؟ قريب قوي. بقولك ايه، انا قريب والكلام ده ما بياكلش معايا. انا عاوز ميعاد، انا عاوز اشوفك. هبقى اكلمك ونتفق. اوكي، هستنى مكالمتك. باي باي. وحشتني. حضرتك لسه صاحية؟ مش كفاية اللي عملتيه؟ كمان جاي آخر الليل؟ أنا عملت إيه يعني يا دكتورة؟ وبعدين ما أنتوا اللي مشيتوا وسبتوني زي الكلبة كده قاعدة أغني لنفسي. مش عايزة أسمع حاجة خلاص. مش متصورة إنك تعملي كده قدام الناس. يا دكتورة أنا قلت أعيش الحياة شوية، وبعدين يعني هو إحنا كل يوم بنروح مكان نضيف زي ده؟ قلت خلاص، مش عايزة أسمع حاجة.
كنت فين لما البنت اختفت؟ ها؟ حالة بتعملي ايه من ورايا؟ وطي صوتك يا انس من فضلك، انا مصدقت اني نيمت البنت وكفايه الفزعه اللي شفتها النهارده. خايف عليها قوي؟ امال مين كان السبب في اللي حصل؟ خلاص اللي حصل مش خلاص يا حالة، مش خلاص. انا قلت لك قبل كده ابعد عنها. ما بتسمعيش كلامي ليه؟ ايه اللي وصل الراجل انه يخطف البنت؟ عملتي ايه؟ هو مجدي محتاج ان انا اعمل حاجه عشان يعمل حاجه زي كده؟ هو انت ليه محسسني انك مش عايش معايا؟ حالة قلت لك قبل كده ابعدي عنه، وبكررها لك. مادام وصلت للبنت يبقى كفايه كده. الله، طب ما هي بنتي انا كمان يا انس وخايفه عليها. خلاص حسسيني اني خايف عليها، مش خايفه على الفلوس وخايفه على الورث. وهي الفلوس دي لمين؟ مش ليا وليها؟ مش عايزينها يا حالة، مش محتاجينها. كل اللي احنا عايزينه ان احنا نربي بنتنا بس. لا يا انس بقى، انا مش هسيب حقي. ماشي يا حالة، براحتك، بس اعمل حسابك بقى. لو حصل حاجه لحبيبه هتبقي انت اللي اذيتيها. والله يا اخي انا ما بقتش فاهم، الناس بقت غريبه قوي. قال ايه يا سيدي؟ اللي اسمه عثمان عايز يروح يحج. طب ما يحج، انت مالك؟ عايز مياه يا مجدي. مياه؟ لا بلا وجع قلب، مش كده؟ بس اعرف برضه ان كلمه حج دي ليها شمخه كده. حج راح، الحج جه. تعالى يا حج. يعني انت ممكن تسافر وتعملها؟ لا 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 لا، انا ماليش في الدور ده. انا اخد المياه في حضني وانا اللي اطوف حواليها يا حبيبي. ايه ده؟ مين ده وعايز ايه؟ هو عارفني كويس. انا عايزك اخش بس مع الدكتور. طيب ماشي ماشي، خلاص انا في الوكاله جنبك بالاذن. اه دكتور. شوف يا مجدي، انا ماليش دعوه بالقرف والمشاكل والورث اللي بينك وبين بنت اخوك. انا جاي عشان احذرك، لو قربت من بنتي تاني بعمرك. انت جاي تهددني في وكالتي؟ يالا اطلع بره بره. قسما بالله يا مجدي، لو قربت من بنتي لا هموتك. ادفنك هنا حي، اطلع بره. انا قلتها لك وخلاص، خدوه من هنا. امنع مراتك عني، امنعها عني لو خايف على بنتك. كوابيس تاني؟ أبي مش قادر أنام يا نسمة. نفسي أنام مرة وأصحى في راحة. استغفر الله، استغفر الله. نفسي أصحى أتنفس. كل يوم موتة شكل، كل يوم موتة شكل. معلش يا حبيبي، معلش معلش. استغفر ربنا كده واشرب بق مية وحاول تنام تاني. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم.
لا 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 ما ينفعش أنام تاني يا نسمة، ما ينفعش أنام. أي حاجة في الدنيا أرحم من اللي بشوفه جوه النوم. خلاص 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 بلاش تنام، أنا هفضل صاحية جنبك. اهدى حبيبي. أنا لازم أصحى يا نسمة، لازم أفضل صاحية. طيب يا بابا اشرب بس بق مية. يلا بابا لازم أفضل صاحية على طول. مالك ياض قاعد مضروب على تشرب ايه؟ اطلب لي قهوه والنبي. كفاياك قهوه. انا بس فاصلني في حالي، ما مش طايق نفسي. وايه الجديد؟ ما انت طول عمرك مش طايق نفسك. انا بجد مخنوق، انا حاسس اني خدت على قفايا. راجل عم حالي ده راجل غريب جدا، ده مريض بظلم الناس، راجل جواه حقد وشر يملى الدنيا كلها. وانت مالك ومال؟ يعني ايه مالي ومال؟ كان لازم اواجهه عشان خاطر حالة. تخيل لما تتهمل نفس الشخص مرتين، مرة عشان رايح تاخد حق مراتك وتوقف عاجز مش قادر حتى تدافع عنها، ومرة تانية عشان بنتك. المرعب في الموضوع ان كل ده بيحصل وانا لسه عايش انا وش الدنيا. أنا خايف على حلا وحبيبي قوي. وقت عم التحوير ده معايا خالص دلوقتي. فين الزفت الترامادول؟ وانا مالي؟ هو انا الديلر بتاعك؟ بقول لك ايه؟ الاسلوب ده مش هينفع معايا دلوقتي خالص. انت مش عارفه انا ايه في دماغي دلوقتي. انا في حرب جوه، في مجانين بيضربوا في بعض. انت اللي عامل في نفسك كده يا يحيى. انت لازم تبطل الزفت اللي انت بتتعاطاه ده. انت مش شايف نفسك؟ مش شايف نفسك وصلت نفسك ليه؟ بقول لك ايه؟ هو انت ما بتفهميش؟ ها؟ ما بتفهميش؟ خلاص بقولك الاسلوب ده مش وقته معايا خالص. عارفه فين الترامادول؟ قولي. مش عارفه؟ سيبيني في اللي انا فيه. ما اعرفش حاجه. اسالي ست حلا بتاعتك دي، يمكن تكون شايله لك شنتين ولا حاجه. مفيش فايده فيكي، مفيش فايده فيكي. اوعي رايح فين بس؟ هكون رايح فين؟ انا هكون رايح فين؟ راح اشوف اي مكان بيبيع.
هكون رايح فين؟ طب ما تروحش لوحدك. اوعي. طب خلاص انا جاي معاك. مش عايز حد. بس اهدى بس. اوعي حبيبي. مالك يا حبيبتي ساكته ليه؟ اجيب لك تاكلي؟ لا. طب ايه رايك تيجي نلعب مع بعض بالعروسه بتاعتك؟ مش عايزه. طيب ما تيجي نقوم ننام بقى. يلا. يا نهار اسود ومنيل بستين نيله فوق دماغك. عرفت بقى انا قافله منك ليه؟ عشان واد عصبي ومالكش لازمه. عارف اللب ده بكام؟ 1000 جنيه. هبديك حقه. لو النبي كفي نفسك يا اخويا. لو انا جايبهولك عشان تدش ولا ينفعك في دراستك؟ كيتي وانت مش مفهمين ان مفيش حاجه بينك وبين مراد؟ انت قد ناقصك تجربه على فكره. هو انا اي واحد اقف معايا اهبل يبقى في بيني وبينه حاجه؟ ايوه بس انتي متربيه وسطينا وعارفه كلام الناس عامل ازاي. لا ان كان على التربيه بقى فانا متربيه وسط ناس كتير قوي. فكرني انت انه ناس فيهم. ايوه اي كلمه بقى اقولها هتزعلي مني وتجيبيها فيا. اللب ده انا مش هدفع ولا مليم في تصليحه. انت فاهم ولا لا؟ وبعدين بقى انت مالك انت اقف مع حد ولا ما اقفش؟ انت في بيني وبينك حاجه؟ ايوه صح احنا مفيش بينا حاجه فعلا. طب ما دام ايوه صح ومفيش بينا حاجه سيبني بقى في حال الله يسترك وخليك في حالك. نامت؟ بالعافية. البنت مرعوبة يا حلا. والله يا أنس والله ما كان ليا ذنب في اللي حصل. بلاش نفتح الموضوع ده عشان لو اتكلمنا فيها تسمعي مني كلام عمرك في حياتك ما سمعتيه يا حلا. وأظن أنت دلوقتي مش ناقصة. صدقني يا أنس والله ما كان ليا يد في اللي حصل. أنت نفسك لما رحت له شفتي بقى؟ هتيجي تتصرفي في موضوع عمك هو من غير ما ترجعي لي يا حلا. أنت عرفت إزاي أنا رحت له؟ هو كلمني وقعد يعيرني باللي عمله معاك. أنا مش هتكلم معاكي في أي حاجة خالص غير لما حبيبة تفوق من اللي هي فيه وبعد كده بقى نشوف مين مخبي إيه على التاني. أنا خايفة أحسن الحرامية يخطفوني. ما تخافيش يا ماما ما تخافيش يا حبيبتي.
مفيش حبيبتي مفيش حاجة. لا خليها تنام. تعالي متخافيش حبيبي أنا معاكي متخافيش. هو أنا صح ولا غلط؟ يا ترى ده طريق الانتقام بجد ولا هيدخلني في قصة تانية؟ أنا خايفة لأتوه وأنسى الانتقام، خايفة ليه يبقى مقابلاتي ليحيى غلطة تكبر ومعرفش أداريها. في الأول كنت بركز أكتر من كده، دلوقتي بقيت بحب اتصاله حتى لو مردتش عليه. رب أعمل إيه؟ لو الموضوع ده باظ هخسر كل حاجة، هخسر ورثي وانتقامي، هخسر أنس. مالك؟ أنا مش هاجي الخروجة دي. ليه بس؟ كده مفيش حاجة عجباني أروح بيها. خلاص يا كيتي، وإحنا رايحين في السكة هشتري لك فستان. بجد؟ طب أنا شفت دكان وعجبني. هو إيه اللي عجبك بالظبط؟ الدكان ولا الفستان؟ الاتنين. كل ده يا أنس؟ كده يا أمن عشان حبيبة تطمن. أنا عارفة إن أنت مش طايقني من ساعة اللي حصل، بس والله يا أنس ده كان غصب عني. ما ضيع عمرك برضه كان غصب عنك يا حالة. عندك حق. الراجل ضيعكوا زمان وضيع عمك دلوقتي، كان لازم تبعد عنه زي ما قلت لك. أعرف منين إن هو ممكن يعمل كده؟ أعرف منين؟ وأنا بنتي مش أغلى عنده من إخواتك ومنك. كل ده حالة ومش واقف جنبي. أنا بس عايزك تسامحني لو أنا مقصرة معاك مع حبيبي. أنا في الآخر ماليش غيرك يا أنس. حاضر حالة، بس قصري معايا زي ما أنت عايزة، أنا أقدر أستحمل. بس حبيبي لا، عشان خاطري بلاش حالة.
دكتور ياسر؟ الظاهر ان انا دخلت العياده غلط. اهلا اهلا يا دكتور ياسر. اهلا اهلا دكتور عبد الحليم. اتفضل اتفضل يا دكتور. حاضر. اتفضل يا دكتور ياسر. حاضر. سرينا الجميل، ايه ده؟ انت خرجت من السجن امتى يا فتحي؟ خرجت من مده، واول ما خلصت فتره المراقبه قلت اجي لك على طول. الحمد لله على السلامه يا صاحبي. حبيبي يا سرينا، من الاخر كده سرينا انا جالك في مصلحه، والمصلحه دي ما ينفعش تطلع براك. بس انا والله بطلت شغل. يده لقمه طريه وانت اولى باللقمه دي. حلال عليك يا صاحبي. ما تبقاش ضايع يا سرينا، وبعدين مش تعرف انا عايز اقول لك ايه الاول؟ ما انت اكيد مش جاي لي عشان ابيع ريفو يعني. انت قصدني عشان زبايني صح؟ صح يا سرينا اخويا، وجاي لك برضه عشان انا عارف ان انت في ضيقه ومحتاج ملمين برضه تشوف فيهم نفسك، فقلت اجي لك. وبعدين ما انا عارف برضه البيرو غطاها سرينا. نقرا الفاتحه؟